ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ سؤال لطالما تردد على مسامعنا أطفالا ورافقنا لمراحل لاحقة. إن عالمنا الحاضر يتغير، وهو يتغير بوتيرة سريعة، ويكمن التغير الأهم فيما نشهده من تطور في عالم التكنولوجيا وانعكاسات ذلك على وظائف المستقبل. ولهذا السبب فإن الخبراء ينصحون اليوم أكثر من أي وقت سبق عند اختيار الفرد لمساره المهني، عليه ألا يعتمد فقط على اهتماماته بل على العمر المتوقع لهذه الاهتمامات في خضم التوجه المتزايد نحو الأتمتة. وكشفت دراسة حديثة أجرتها الصحيفة الفرنسية لوفيغارو أن معظم وظائف المستقبل تفضل أن يكون مرشحوها ممن يتقنون لغتين. فيما كشفت دراسة أخرى في مجلة فوربس أنه إذا أراد الفرد أن يواكب فرص العمل المتوفرة في المستقبل، فإن عليه التفكير في العمل في قطاع الرعاية الصحية والرعاية الفردية والرعاية الاجتماعية وقطاع الإنشاء.